الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لإنهاء الحرب وحماية المدنيين في قطاع غزة. جاء ذلك خلال استقبال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بقصر الاتحادية. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استعرض الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع. كما شدد الرئيس السيسي وغوتيريش على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله. من جانبه أعرب غوتيريش عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار، مشيدا بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحا بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة. أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بكرم شعب مصر في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة. وفي تدوينة له أضاف غوتيريش أنه خلال مهمة تضامنية في شهر رمضان شهد كرم الشعب المصري، موضحا أنه خلال لقائه مع الرئيس السيسي أكد المصريون التزامهم بقيم الرحمة والسلام والتضامن. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين. وواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. كما استقبل المعبر العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. لوحت كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على إسرائيل في حال تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وقالت هاريس في مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية إن واشنطن أوضحت لإسرائيل بكل الطرق في محادثات عدة أن أي عملية عسكرية كبرى في رفح سيكون خطأ كبيرا. كما شددت على أن الولايات المتحدة مستمرة في اعتبار الأوضاع الإنسانية في غزة من الأولويات. يصوت مجلس الأمن اليوم الاثنين على مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة قدمه الأعضاء غير الدائمين في المجلس. ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان ويحظى بدعم المجموعة العربية. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابريل أتال رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو. وأشار أتال عقب اجتماع مجلس الدفاع في قصر الإليزي إلى أن القرار يأتي بسبب التهديدات التي تلقي بظلالها على البلاد. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتحضير للاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار، حيث استعرض الاجتماع عددا من محاور وجدول الأعمال المقترح للمجلس الأعلى للاستثمار الذي من المقرر أن يعقد اجتماعه برئاسة الرئيس السيسي. وخلال الاجتماع أكد مدبولي عزم الحكومة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وما يتضمنه من دعم للقطاعات ذات الأولوية وهي قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مشاهدينا بونا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي نردين حبيب، دمتم في أمان الله.